أعزائنا متابعي طقس العرب أريبي نرحب بكم من جديد للحديث حول التوقعات الجوية لفترة خمسينيات الشتاء وكما وردتنا إلى طقس العرب العديد من الاستفسارات حول احتمالية عودة المنخفضات الجوية التي ربما تحمل الثلوج إلى المنطقة وفي في هذا الفيديو التوضيح الذي أعده كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب سنستعرض معكم احتمالية هذه الفرصة إضافة إلى عودة الشتاء بشكل عام في البدايه نستعرض معكم هذه الخريطه التي تحمل ما يسمى بالتيار النفاث الذي يمتد على مساحات شاسعه من القاره الاوروبيه وصولا الى المنطقه هذا التيار النفاث يعمل بعد مشيئه الله على التحكم بالانماط الجويه الناتجه بعده حيث نلاحظ بدايه توجه كتل هوائيه أكثر جفافا ودفئا من المعتاد إلى وسط وشمال المحيط الأطلسي، وبالتالي تشكل مرتفع جوي صلب في تلك المناطق، هذا يعمل على توجه كتل هوائية باردة من شمال القارة الأوروبية نحو غربها وجنوبها وثم المغرب العربي، ونشوء كما نلاحظ في هذه الخريطة عدة منخفضات جوية صلبة وشتوية في تلك المناطق، وهذا يعني أجواء غير مستقرة وباردة وممطرة على مناطق أوروبا وشمال أفريقيا، هذا يعني العكس في علم الأرصاد الجوية. حيث نلاحظ تشكل مرتفعات جوية كبيرة في المنطقة وعنيدة مدعومة بتدفق لكتل هوائية وتيارات هوائية أكثر دفئا وأقل رطوبة من المعتاد نحو المنطقة وكما لاحظنا ارتفعت درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمان خلال الشق الأول من الأسبوع الأول من شباط إلى قيم عشرينية والتي نتوقع أن تستمر خلال بداية هذا الأسبوع وتنخفض قليلا درجات الحرارة مع وسط ونهاية الأسبوع على أن تعاود ارتفاعها مجددا مع يوم الجمعة القادم وذلك نتيجة استمرار تدفق هذه التيارات الهوائية الدافئة نحو المملكة مدعومة باستمرار تأثر المناطق قارة أوروبا بتلك المنخفضات الجوية الشتوية. هذا كان ملخصا للأسبوع الأول من شباط وكما نلاحظ استمرارية الأجواء المستقرة والدافئة ودرجات حرارة الأعلى من المعتاد أسوة بالفترة الزمنية الماضية. وعند استعراض الفترة المستقبلية نحو الأسبوع الثاني من شباط نلاحظ تغير قليل تدريجي في الأنمطة الجوية في أوروبا والمملكة مدعومة بالتيار النفاث حيث نلاحظ أن تيار النفاث تغير شكله من مناطق شمال المحيط الأطلسي وقارة أوروبا وهذا يعني تشكل مرتفع جوي صلب في مناطق المملكه المتحده واسكندنافيا التي هي عباره عن دول النرويج والسويد ثم يتوجه هذا المرتفع نحو القاره الاوروبيه ويتصل مع مرتفع جوي محتمل اخر من مناطق شمال افريقيا وبالتالي تشكل منظومه جويه صلبه من ارتفاع الضغط الجوي الاجواء المستقره في اوروبا هذا يجبر بعد مشيئه الله التيارات الهوائيه القطبيه شديده البروده بالدوران حول هذه المنظومه الجويه بشكل تدريجي والتوجه نحو مناطق جنوب شرق القاره الاوروبيه وهنا تصبح المنطقة تحت السيناريو التالي المتوقع بدءا من من العاشر من شباط والذي يحمل في في محتوياته تشكل منخفضات جويه محتمله في جنوب شرق القاره الاوروبيه ومنطقه البلقان ومنطقه تركيا واحتماليه توجه هذه المنخفضات نحو المملكه لكن بحسب التحديثات الحاليه هنالك عده مسارات محتمله لهذه الوضعيه الجويه حيث ان المسار الاول بان ان يكون شكل المرتفع الجوي يعمل على دوران هذه الكتل الهوائيه البارده نحو مناطق وسط البحر الابيض المتوسط وبالتالي

ان تكون المملكه على طرف هذه الحاله الجويه البارده او القطبيه والاحتمال الاخر ان تتوجه هذه التيارات مباشره الى تركيا ومن ثم الى بلاد الشام وبالتالي تاثر المملكه خاصه بشكل مباشر بهذه الانظمه الجويه التي ستعمل هذا النظام الجوي على اجواء بارده غير مستقره وانخفاض كبير في درجات الحراره الى ما دون العشر درجات مئويه وبالتالي اه يعني اختلافها عن ايامنا الحاليه بمقدار 15 او 20 درجه مئويه وبالتالي سياده اجواء شتويه من جديد وهطول الامطار الكثيفه ربما الثلوج على المرتفعات الجبليه العاليه بالمنطقه بدءا من لبنان وسوريا والتي احتمال بان تطال المملكه بناء على التقارير او السيناريوهات التي تحدثنا عنها سابقا وبالحديث حول الفترة المستقبلية في الاسبوع الثالث من شباط نلاحظ استمرارية الأنظمة الجوية التي تدعم استمرار توجه المزيد من الكتل الهوائية الباردة والقطبية المنشأ من شرق القارة الأوروبية وغرب روسيا مباشرة نحو تركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، مدعومة باستمرار تشكل هذا المرتفع أو استمرارية توضع هذا المرتفع الجوي على مناطق غرب أوروبا وشمال القارة الأفريقية، حيث نلاحظ عبر الخريطة التالية تواجد هذا المرتفع الجوي الصلب كما تحدثنا ودوران الهواء القطبي اشد البروده من حوله وتوجهه الى شرق البحر الابيض المتوسط مدعوما بتيارات رطبه وبالتالي استمراريه نشوء منخفضات جويه مفترضه على المنطقه في هذه الفتره باذن الله والتي تصادف منتصف شهر شباط او ما بعده وذلك يعني استمراريه الاجواء البارده والغاممه والماطره وربما الثلوج على المرتفعات الجبلية وهنا نلاحظ أن فرصة, فرصة, امتداد الثلوج للمنطقة ككل والعاصمة الأردنية عمان تزداد وذلك بمشيئة الله نتيجة استمرار تدفق هذه التيارات الباردة نحو المنطقة وبالتالي هنا نستطيع أن نكمل أو أن نختم هذه الفيديو التوضيحي باحتماليه عوده الشتاء من جديد نحو المنطقه بعد قرابه 20 او 25 يوم من الاستقرار المتواصل هذه الاجواء الشتويه ستكون خيره بمشيئه الله شامله لجميع المناطق تعمل على هطول امطار غزيره وعواصف رعديه ورياح شديده بالمنط... بالمملكه وكذلك احتماليه تساقط الثلوج على العديد من المرتفعات الجبليه بما فيها العاصمه الاردنيه عمان وعلى مدار عده ايام هذه الاحتماليه الـ خلينا نحكيها بالعربي هاي الاحتماليه هي هي الاكبر تفاؤلا للمنطقه وهنالك احتماليات اقل تفاؤلا كان تطال المملكه رياح نشطه وامطار دون الثلوج حيث تت... ذلك نتيجه توضع الكتل الهوائيه البارده في وسط البحر الابيض المتوسط لمعرفة السيناريو الأفضل لهذه المنطقة ذلك يتبين خلال الأيام القليلة القادمة وبالتقدم خلال الايام القادمه تزداد احتماليات سيناريو اول على السيناريو الاخر، فربما تكون المملكه على موعد مع ثلوج كثيفه على مدار عده ايام، وربما تكون المملكه على موعد مع منخفضات شتويه اعتياديه، لكن البروده الكبيره بمشيئه الله تتوجه من شرق القاره الاوروبيه كما تحدثنا قبل قليل، وروسيا الى المنطقه، وبالتالي تصبح المنطقه اسوه بتلك المناطق بارده تقبع تحت تاثير تيارات بارده وشتويه، وربما هذه المنخفضات الشتويه. سنتابع معكم خلال الايام القليله القادمه هذه الفرص وهذه السيناريوهات المفترضه كان معكم الدكتور ايمن صوالحه رئيس قسم العمليات الجويه في طقس العرب